اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. وصفتنا النهارده ان شاء الله للتخسيس، تخسيس الجسم وتخسيس منطقه البطن ان شاء الله هتخلي بطنك مسطحه. الوصفه بتاعتنا النهارده فايدتها بقى انها كمان بتحرق وبتفتت الدهون، هتشوفي نتيجه كويسه ان شاء الله. من اول ما تستخدميها هتحسي بنفس جسمك بيخس وكمان بتحرق الدهون بطريقه رهيبه جدا. هنقول مع بعض دلوقتي مكونات الوصفه وهنعملها مع بعض. يلا خلينا نشوف وصفتنا، واشتركي معايا في القناه وضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان فعلي الجرس عشان كل فيديوهاتي توصلك باذن الله. المشروب الجميل ده طعمه تحفه جدا، مكوناته سهله جدا، ان شاء الله بيخسس وبيحرق وبيفتت الدهون. 7 ايام فقط هتستخدميه وهتشوفي نتيجه كويسه جدا، تخسيس 7 كيلو في 7 ايام. هنبدا الوصفه مع بعض، يلا بينا نشوف ايه مكونات المشروب ده ونعمله مع بعض. مكونات الوصفة اللي انا هستخدمها معاكم النهاردة سهلة وبسيطة جدا جدا. انا معايا هنا الشفشق، ده بيكفي ان انا اضيف فيه اكتر من 2 كوباية، بس هعمل الوصفة النهاردة عبارة عن 2 كوباية فقط. اول حاجة هضيفها معايا في الوصفة دي، انا هحتاج معلقة كبيرة من الكركم. هنبدأ نضيفها معانا في الشفشق ده. ادي شكل الكركم، طبعا كلنا عارفينه بنجيبه من عند العطار، والكركم ده مفيد جدا جدا للجسم مش بس للتخسيس. هضيف هنا معلقة من الكركم، كمان معايا هنا القرفة، برضو هاخد معلقة واحدة من القرفة هضيفها برضو معايا، تمام. ومعايا هنا بقى مية انا غلياها في الكاتل، هبدأ اضيف المية المغلية كده، تمام اهو. وزي ما قلتلك يعني هتعملي 2 كوباية، لو عايزة تعملي طازة بطازة يبقى هتاخدي نص معلقة بس من الكركم ونص معلقة من القرفة كده. انا معايا اهو الوصفة بتاعتي. اخر حاجة هضيفها بقى معايا على الوصفة دي هو الليمون، لو مش متوفر عندك لان عارفة ان الليمون غالي جدا ممكن ما تضيفيش الليمون، هو الليمون يعني اكيد غالي طبعا، ممكن نضيف بس نص ليمونة واحدة اهو بالشكل ده، تمام. وهنخلي النص التاني علشان هعمل بقى حاجة جميلة كده هتاكليها بإذن الله أول ما تقوم الصبح، علشان بتسد الشهية وبرضو بتساعدك على التخسيس. المشروب ده بقى بعد ما عملناه كده انت ليك مطلق الحرية انك تحليه او مش تحليه. معانا هنا عسل النحل، لو عايزة تحليه حليه بعسل النحل، هتضيفي بس معلقة صغننة قوي على الشفشق ده، دوبك بتديكي تحلية بسيطة جدا. واحنا قلنا قبل كده ان عسل النحل يا بنات ما بيتخنش خالص. معانا هنا بقى الكوب بتاعنا، وده هيبقى المشروب ان شاء الله اللي احنا هنتناوله كل يوم قبل النوم اهو، بس طبعا هنسيبه لحد ما يبرد خالص وهنشربه وهو بارد اهو بالشكل ده. انا معايا اهو الكوب اللي احنا هنشربه بالليل قبل النوم، تمام. بيساعدك على حرق وتفتيت الدهون بكل سهولة جدا جدا. هتمشي عليه لمدة 7 ايام، كل يوم قبل ما تنامي هتشربي كوب واحد بس. زي ما انتم شايفين الكمية اللي انا عاملاها عبارة عن 2 كوباية، انت لو عايزة تعملي اول باول زي ما قلنا اعملي، تمام. ده بالنسبة للمشروب. طيب دلوقتي بقى بسرعة كده هقول لكم برضو على وجبة حلوة قوي قوي، اول ما تقومي من النوم هتاكليها هتسد الشهية وهتساعدك على التخسيس وهتخليكي ما تاكليش كتير خالص. طبعا انا بشكركم جدا 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 على الكومنتات الجميلة على الفيديو اللي نزلناه من اسبوع واحد بس، والحمد لله وصل ل 2,100,000 مشاهدة ولايكات كتير جدا وصلت ل100,000 لايك، بشكركم قوي قوي قوي. وطبعا الحمد لله ناس كتير قوي جابت معاها الوصفة نتيجة كويسة، ان شاء الله الوصفة دي برضو تحفة جدا جدا. يلا هنكمل مع بعض، بس انا حبيت بس اشكركم لانه انتوا سبب نجاحي الحمد لله بعد ربنا طبعا. تمام. هبدأ بقى دلوقتي اقول لكم بقى على الوصفة اللي انت هتاكليها الصبح قبل الفطار. انا معايا هنا زي ما انتم شايفين ده
كوب واحد من الزبادي بس انا حطيته في الطبق، اي نوع طبعا من الزبادي، ويفضل يكون خالي الدسم. انا حطيته في الطبق بس عشان هضيف عليه حاجة صغنطوطة كده علشان تساعدك على حرق وتفتيت الدهون وعشان نعرف نقلبها مع بعض. ماشي، انا معايا هنا وهقول لك البديل برضو، يعني الحمد لله هقول لكم البديل برضو عشان الناس اللي مش متوفر عندها. معايا هنا بصوا، دي بذور القاطونة، اسمها بذور القاطونة، وده بيكون شكلها بصوا صغنطوطة ازاي، يعني سهلة في البلع جدا. ده انا كمان مقربها للكاميرا اهو. كل اللي انا هحتاجه معلقة واحدة من بذور القاطونة. هنبدأ نرشها كده، بصوا عاملة زي السمسم، يعني حجمها زي حجم حباية السمسم بالظبط. بذور القاطونة دي ممكن تستبدليها ببذور الشيا او بذور الكتان، بس اطحني بذور الكتان. تمام، معايا بقى نص الليمونة التاني، هبدأ اعصره كده اهو بالشكل ده، وهبدأ ارشه برضو على الزبادي كده. والله يا بنات اللي مش هتعمل الوصفة دي، بنات وشباب طبعا، اللي مش هيعمل الوصفة دي والله العظيم هيخسر كتير جدا. الوصفة دي والله بتجيب نتيجة رهيبة جدا جدا، وبحثي عن المكونات دي وانت هتعرفي بنفسك. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، شاروا الوصفة لاصحابكم عشان يستفادوا، وكمان اشتركوا معايا في القناة عشان تستفادوا كل فيديوهاتي ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفات جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي.